إخواني، بالنسبة لي هذه المسرحيات البائسة اللي راه يتقدمها تلفزيون العصابة، اللي بالمناسبة نقول لكل اللي راهم يخدموا في هذا التلفزيون، نتمنى أن تنقلها، ينقل هذا الكلام ويصلهم، يعني كل من يشتغل اليوم في تلفزيون العصابة أو البقال، كلكم بلا استثناء، حتى العساس، حتى البواب، حتى لافان ميناج، كلكم مسؤولين على هذه البلاد، وكلكم تسالوا في هذه البلاد، وكلكم من حقكم أن تتحرر هذه البلاد. من الأفضل أن لا تكونوا مع المجرمين. تلفزيون الجزائر هذا مش تلفزيون الجزائر، هذا تلفزيون العصابة، كان ولا يزال دائما دائما. لكن المسؤولية طبعا أكبر للصحفيين، للمدراء، للمسؤولين. هؤلاء لن يجدوا مكان في جزائر الغد التي راهي الآن في إطار المخاض، في إطار الولادة، لن يجدوا مكان، لأنهم راهم اليوم مع الخونة. اليوم راه التلفزيون هذا راح يصوروا تاع الجلفة ويقدموها لك هكذا، في على أساس أنها وكأن عدد كبير، وهم 15 شخص. سترون الفيديو إن شاء الله حينما نضعه، سترون الفيديو حينما نضعه. أقول لهذه المسؤولين تاع التلفزيون، سواء التلفزيون العمومي أو التلفزيونات تاع البقارة، كلكم مسؤولون وكلكم ستحاسبون، ويحاسبكم الشعب حساب عسير جدا على الكذب عليه، على الخداع عليه، على المكر، على خيانة الأمانة. وأي أمانة أعظم من أمانة الحقيقة، أن تنقلوا الحقيقة كما يجب أن تنقل. من كان يحب هذا الوطن ويحب هذا الشعب، ولو بجرام واحد، ولو شعرة واحدة، لا يبقى في تلفزيونات البقارة ولا في تلفزيون العصابة، يخرجوا، غادر، ابتعد، رزقه الله. لا تكن كذابا، لا تشارك في الكذب، لا تشارك في نشر الخداع للملايين الذين يتظاهرون بجنب مكاتبكم وقنواتكم ومقراتكم، لا ترونهم وترون أحداث تقع في أقصى الأرض أحيانا، ثم تذهبون كعبيد، ترسلون إلى هذه المدينة وتلك المدينة باش تصوروا 10 أشخاص، وأنتم أول من يعرف أنهم كاشيريست، وأنهم جايبينهم شاريينهم أو بؤساء، أو أول من يعرف. أقول لكل هؤلاء الصحفيين في الداخل، وللذين يشتغلون، الكاميرامان، المنتجين، المدراء، المسؤولين في أي مستوى، انسحبوا، استقيلوا، لأن هذه العصابة ستسقط، وإذا لم تفعلوا فستسقطون معهم. لن يكون لكم أي وظيفة في جزائر الغد بإذن الله. بإذن الله الشعب سيقرر هذا، أن لن تكون لكم أي وظيفة، لأنكم في هذه اللحظات تخونونه. أنتم خونة إذا كنتم تنشرون أكاذيب الخونة. تحرروا من هذا، تحرروا، ما تخافوش. الرزق ماهوش من عند المدير أو من عند الجنرال أو من عند الضابط، رزقه من عند الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. أنا نقول لكم هذه باش ما كاش اللي يجي يقول ما كناش عارفين، ما كاش اللي قالنا، وإن كان هي الحقيقة هذه الأشياء واضحة وظاهرة ما تحتاجش، لكن مع ذلك أنا نذكركم، يعني لن يكون للذين يشتغلون الآن في القنوات وفي الجرائد الكذابة مثل قناة الشرور وقناة العار وجرائدهم والبلاد وما شابه، يعني كل هذا الخونة هذون، لن يكون لهم أي مجال بأي حال بإذن الله في جزائر الغد.